لو الحكاية فيها إن فيجو وبعدين اشكر لها يعني اخيرا ان هي كلمتني في التليفون وقالت لي انت بتشوف ناديه لطفي؟ قلت لها ايوه في المستشفى. قالت لي انا عايز اروح لها. قلت لها انت عيانه ما مش هتقدري تروحي المستشفى تزوري ناديه. قالت لي بفضلك يوصل لها خليني اسمع صوتها في التليفون. وحصل يعني رحت ناديه لطفي في المستشفى ورحت طالب زبيده ثروت قلت لها انا عايز اجيبك هبعت لك ورد وهعمل لك كان يعني كان لقاء مؤثر جدا جدا وعرفت من ناديه لطفي ان هي كلمتها من اسبوع تاني لا في المستشفى المعادي انا هشوف طريقه ان انا اجيبها كان تعبها جدا فيجو